Şovu. Allah bağ elmanlar. Şuf المنظر رهيب لو مو رهيب وألف عافية يابا نجيب صدر دجاج تقريبا 400 غرام ونثرمه ناعم يا بشوف شلون ثرمته واذا عدتم طبعا محضرة الطعام عادي استخدموها بس انا حبيت اسوي بيدي يا بغسل نجيب كرافوس او معدنوس اي شي متوفر عندكم ونثرمه ناعم يا بعد ما ثرمناه نخليه فوق الدجاج هسه نرش فلفل اسود ورشة ملح هسه نبدي نعجن شوفوا شلون صار جبن قشقوان ونبرشه بعد ما برشنا الجبن عندنا هاي كم وحدة شوية ما انبرشت قطعها نجيب كاسة بيضة فلفل اسود رشة مال ملح نخبط نجيب ماعون بقسم يا بس عندنا بقسم هنا عندنا الدجاج مالتنا هنا عندنا بيضة خفق هنا نجيب لنا معهم بس نبدي نفتح الدجاج بعد ما صار بهذا الشكل نخلي جبن مثل ما تشوفون ونسده صارت عندنا هذا الشكل هسه نخليها بالبيض بالبصل بعدها نخليها بالبصل صارت بهذا الشكل نخليها بالماعون يابي وبعد ما كملت عندنا هسه نقليها يابي وبعد ما قليناهم بالنار شوفوا الله باع المنظر هسه نجيب صمون كهربائي بعدها نفتحه نخليها بالصمونة شوية نشرحها حارة مايونيز بوتيته طماطة الصلصة الفرنسية يابا هسه نقدر نقول الوحش مالتنا جهز شوف المنظر رهيب لو مو رهيب وألف عافية